رات خلنا أقول لكم شنو نزلت لكم أشياء حلوة في البوتيك. أول شيء نزلت لكم شايع منزل معطرات مالت الغرف معطل المهم الزبدة. إن أنا حطيت لكم اخترت لكم أبي يا روايحهم شنو ناعمة وتينن حق شراشف وغرف النوم، دائما تبون أشياء هادية وأشياء كذي يعني اللي قلبي يحبها. فأنا حين القصة كلها شنو بقول لكم، إن هو تخيلوا لتر يعني 1000 ملي، تخيلوا 1000 7 دنانير، في منه الأصغر 506 دنانير. كان أقولهم 506 دنانير لا تحطون بوتيكي، أنا أحطه حق متابعيني بألف يعني دبل، وتدفعين دينار بس من 6 إلى 7، من 500 إلى 1000. فأنا حطيت لكم كل الكبار هذولا، اخترت لكم أحلى 3 روايح صراحة وايد حلوين. هذا بودري، الثاني كذي فريش، الثالث لينون ريحته عرفته تعرفون عطر وايت لينون قديم، شفتوا النكهة مالته كذي. فحطيت لكم أحلى 3 روايح حق شراشف بنات، شراشف حق الملابس، مثلا عندك غرفة نوم غرفة تبديل تبين يعني كذي تعطرينها، وايد حلو وتركيزه مناسب حق سعره. يعني ما أقولك يقعد 30 ساعة، لا يعني لما ترشينه يعني ما لبو 2 3 ساعات المكان ريحته معطر وحلو، ففرصة لحقوا عليه قبل لا يخلص، لأنه 1000 وب7 دنانير هاي ما تلقونه بولا براند، فرق دينار. عشان شي قلت لك نزولي الكبير، فهذا شوفوا يعني هذا يعني أكبر بطن بأكبر الجنات، ما توقع في أكبر بطن الجنة وأنا وياه جنات انتين انزين أكبر من هذا مستحيل. شميت ريحة هذا لينون فظيع، شمي هذا بودر وشمي السلك. المهم بنات لحقوا عليهم 7 دنانير، أنا صدمت من السعر. أول شيء أنا يوم شفته أنا عبالي 70، ترى أول شيء شي أول لقطة كان أكتشف إنه هو 7 دنانير. فعليكم بالعافية مقدما، عاد أنا علمتكم وقلت لكم عندكم هذا بودري وعندكم سلك ولينن. يعني شو أقول لكم حق شراشف بنات، تدري شنو حلو حق شنو صراحة حلو، حتى حق البيجامات تعطرين فيهم ملابس كذي البيجامات وهالسوالف، شيء فظيع والسعر صدمة. يعني بالضبط لو نقول الـ100 يعني كأنك أنت شارية 7 حبات.